بلشت قصة حسام لما كان عمره 6 سنين. شاف له شوكولا بس ما كان قادر يشتريه. حس بدافع قوي انه يسرقه، بس خوفه انه ينمسك كان اقوى بكتير. بس لما صار بعمر المراهقة هيدا الخوف بطل كافي انه يوقفه من السرقة. الدافع اللي كان عم يحسه كان عم يزيد يوم عن يوم. صار ياخد اغراض ما لها معنى، مثل قلم، ماوس الكمبيوتر، فنجان قهوة من عند رفيقه. كانت عملية السرقة مستمرة كل الأوقات وكل الأيام. لاحظ بيو لحسام إنه عم بيكون في أغراض كتير بالبيت وبغرفته، وكيف ما برم في شي مخبى، إذا كان بالخزاين أو تحت التخت. جرب يسأله لحسام عن الوضع بس ما كان يحكي شي أبدا، ومن هون حط علامة استفهام وبلش يراقب سلوكه أكتر وأكتر. وفي نهار شافه عم يسرق ريموت كنترول من عند خاله، وبلحظتها قدر يربط كل الأحداث ببعضها وفهم إنه كل هودي الأغراض اللي بغرفته والبالبيت مسروقين. هيدي القصة بتساعدنا حتى نفهم شوي عن اضطراب هوس السرقة أو كليبتومانيا. شو يعني هوس السرقة؟ هو فشل مستمر لمقاومة دوافع السرقة لأغراض معينة، حتى لأغراض مش بحاجة لها، وممكن يكون ما عنده أي قيمة نقدية. بيختبر الشخص مشاعر توتر قبل عملية السرقة، وبحس بضغط رهيب لحد ما يسرق الغرض. بيلحق هيدي العملية بشعور بالذنب قوي كتير. ممكن يلاحظ هيدا الفرد انه هيدا العمل غلط وما قاله معنى، بس منه قادر يوقفه. هلأ رح قدم مجموعة من الأمثلة حتى فرج الفرق بين هوس السرقة والسرقة العادية. اولا، الاشخاص اللي بيسرقوا بيكون عندهم ربح شخصي أو جماعي، أو ممكن يكون تحدي أو انتقام أو ناتج عن تمرد. أما اللي بيعانوا من هوس السرقة بيقوموا بالعملية فقط لأنه في دافع ورغبة قوية ما بيقدروا يقوموا أبدا. ثانيا، بالسرقة كل شي بيكون مخطط ومدبر قبل بوقت، وممكن في يكون تعاون مع شخص أو مجموعة معينة، عكس هوس السرقة بحيث عملية بتكون عفوية وبالعادة بلا تخطيط مسبق. ثالثا، غالبا ومثل ما ذكرت قبل، الأغراض المسروقة بحال هوس السرقة بتكون بلا قيمة. ممكن الفرد اللي عم بيقوم بالعملية عنده قدرة مادية على أنه يشتريهم، أما في حال السرقة بيكون الوضع مختلف والأغراض بيكون لها قيمة. وأخيرا، في حال السرقة الأغراض المسروقة ممكن تنباع لكسب مادة وتتخبى لاستعمال لاحق، أما في حال هوس السرقة الأغراض المسروقة ممكن ينكبوا أو يوزعون الشخص، أو ممكن يردون لمطرحهم مطرح ما سرقون أصلا. هلأ يمكن تكون عم تسألوا حالكم ليش ممكن أشخاص يعملوا هيك. بحسب الدراسات تبين أنه في كذا شغلة مسببة. أولا، نقص بوجود النقلات العصبية للسيروتونين بدماغ مربوط بالميل نحو سلوكيات من دفع، بالإضافة لارتفاع معدل الدوبامين اللي بينتج مشاعر اللذة واللي بيعزز السرقة. ثانيا، بحالات كتير من الكليبتومانيا، ورغم انه من الأغراض المسروقة ما بيكون إلا أي معنى وبتكون غريبة، إلا انه بالعلاج النفسي الأغراض بيكون إلا رمز لشي معين، لأمنيات ورغبات مكبوتة. إذن هودي الأغراض بحققوا الأمنية بطريقة معقدة ورمزية. هلأ رح أحكي عن السرقة وهوس السرقة عند الأولاد والمراهقين. خلال مراحل النمو بمر الطفل برغبة أنه ياخد كل الأغراض حتى لو ما بتنتمي له، لحد ما يوصل لعمر معين بس ينمي عنده فكرة الأخلاق والقيم، بتشكل عنده كمان مهارات اجتماعية متطورة. ساعتها بيوقف عملية السرقة، ولكن في بعض الأولاد بينمو عندهم خصائص اضطراب الهوس أي الكليبتومانيا. كأهل نحن كيف فينا نتصرف؟ تخيلوا أنه حسام ابنكن، شو كنتوا بتعملوا؟ كيف كنتوا بتتعاملوا مع الموقف؟ هل رح نعاقبه؟ نصرخ عليه؟ شو بتعتقدوا بيو لحسام تصرف؟ عصب كتير وانزعج وحس حاله أنه بده يروح يوبخه، بس رجع تذكر أنه في سبب ورا كل شيء، فبلش يسأل حاله كيف ممكن اتصرف بهيك موقف؟ شو يعني اصلا اللي عم بيصير؟ ما انه مفهوم. هل هيدا الشيء بيعني انه في شيء انا ما بعرفه عن ابني؟ في شيء انا ما بعرفه عن حالي؟ هدأ حاله
وقرر انه يدرس الوضع حتى يعرف شو صاير مع حسام وشو عمل هو ومرته حتى وصلوا ابنهم لهون. وبالوقت الراهن كان عم يهتم بابنه وعم ينتبه له كتير حتى ما يفوت بمشاكل جديدة. بحسب الأبحاث اللي عملها تمكن انه يستنتج التالي: اولا، ولد عمره 2 بياخد اغراض، ممكن نقول انه بعد ما بيعرف انه الاخر عنده ممتلكات ما بتخصنا، واذا اخد غرض مش يعني ابدا انه هو عم يسرق، بيشوف غرض بيعجبه بياخده صار له. بهيدي الحالة كتير مهم انه ننمي عنده فكرة الحدود ويعرف انه مش كل شيء بده اياه رح يحصل عليه. ثانيا، الولد اللي عمره بين 5 و7 بيعرف كتير منيح القوانين، بس رغم هيدا الشيء ممكن ياخد اغراض مش لاله، ياخد اغراض بالصف من الدكان من رفقاته، وبعدها بحاول انه يخبيهم وما حدا يشوفهم، واذا حدا انتبه له ممكن يكذب. بهيدا العمر الاولاد بجربوا يكتشفوا شو نتيجة عصيان القوانين وشو بيصير اذا خالفوا القوانين وشو ما بيصير كمان، مثل شي عالم حاطت القوانين بالمختبر وعم بيجرب فيهم وعم يدرس ردود فعل الاخرين، ويا مشكلته إذا ما حدا كشف إنه عم يسرق أو كشف وما عرف يتصرف. هيدا المرحلة حلوة كتير، وإذا عرفنا كأهل نعلمه بدل ما نعاقبه منشوف نتائج كتير إيجابية. كيف منعلمه؟ بتقبل وبحب، منتجنب الصريخ ما منستخدم الضرب أبدا، منقعد معه منتحاور منساعده، نجعله يحط حاله مكان الشخص اللي عم يسرق منه وكيف ممكن يحس لو حدا أخذ منه شيء ممكن يكون كتير بحبه. بهيدي الطريقة منكون عم ننمي الذكاء العاطفي وبيصير يتبع القوانين مش عن خوف بل عن احترام وقناعة. أما بحال ولد عمره 8 أو بالمراهقة، هون الأمور بتصير معقدة أكتر إذا كان عم يسرق. ومثل ما ذكرنا بحالة حسام، هو وعم بيعاني من اضطراب هوس السرقة. بيو لحسام تعلم كأب انه في مراحل مفضل اتباعها حتى يكون عم بيساعد ابنه بالطريقة الانسب. بداية مهم انه ننتبه للعوارض، وبس ننتبه نعمل بحثنا الخاص، نسأل نقرأ حتى نكون عم نفهم الاضطراب. من بعدها مساعدة الشخص اللي عم بيعاني من اضطراب حتى ينتبه انه عنده مشكلة، لانه كتير ممكن بينتبه. هوس السرقة هو إدمان مثل الإدمان على المواد المخدرة، فبتصير العملية خارج إرادة وسيطرة الأشخاص، فبس نضوي لون الطريق منكون عم نساعدهم يفشخوا فشخة للأمام حتى لو كانت صغيرة. مهم كتير إنه نقترب منهم بهدوء ودعم وتعاطف حتى لو عم الشيء اللي عم يعملوه بالنسبة لنا غلط، لأنه إذا عصبنا رح نكون عم نساهم بشي فينا نقول انه منه مفضل. فينا نقول مثلا لحس انك عم تاخد اغراض مش لك، هيدا الشي ممكن يفوتك بمشاكل مع القانون وممكن يحزن غيرك، انا بهمني امرك وبدي ساعدك. هلأ نذكره بالعواقب هو سيف ذو حدين، لانه من ميله بيكونوا ما بيعرفون ومنكون عم نفيده، ومن ميله بيعرف وهيك منكون عم نزيد الشعور بالاحباط لانه بده يبطل بس ما عم يقدر يوقف. وهيدا الموضوع بينقلنا للمرحلة اللي بعدها، واللي هي انه نبعد قد ما بنقدر عن احراجه او اشعاره بالعار، وما نجي من مفهوم خطية وعيب، لانه هيدا بتعرقل طلبه للمساعدة، وبدل ما يركض لعنا لحتى يخبرنا بوجعه وتحدياته بالحياة منكون عم نساعده للتحسين، منكون عم نجبره يكذب علينا بس تيتجنب الشعور بالعار، وهيك منعرقل عملية التحسن. بس عن جد نكون حده فينا نرشده حتى يلجأ لعلاج نفسه من قبل معالج نفسه، هيك منكون عم نأسس بيئة سليمة. بعرف انه مرات بتكون كتير صعبة انه نشوف الاشخاص اللي منحبهم عم يتوجعوا او مرئين بمشاكل، كرمال هيك مهم كتير انه نسعى للمساعدة النفسية اذا كان لقلنا او للاشخاص اللي عم بيعانوا من الاضطراب. على طول تذكر ما تشخص حالك أو غيرك حتى من بعد ما تحضر هيدا الفيديو. ثانياً، إلجأ لمعالج نفسي يكون عنده مزاولة المهنة من وزارة الصحة. ثالثاً، اسأل، طلب مساعدة، ما تستحب وجعك، لأن الوجع النفسي حقيقي ومنه عيب.